السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي مرشحات اللغة العربية للصف الثالث متوسط الدور الثاني. كتبت قواعد وأدب وإملاء وإنشاء. فيديو مهم جدا. السؤال الأول يقول: استخرج من النص الآتي اسم الآلة ثم بين نوعه. هنا عندنا قال المتنبي: الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. اسم الآلة احنا نعرفه مشتق وجامد. المشتق ما عندي هنا مشتق على وزن، اكو يعني فعالة وغيرها، لكن هنا عندي جامد السيف، نقول السيف والرمح والقرطاس والقلم، هذني كلهن جامد اكتب عليهن. اسم الآلة عندي مشتق وجامد، ما عندي مشتق على وزن فعالة. وهنا عندنا السيف، اجي بهذا النص السيف والرمح والقرطاس والقلم، هذن كلهن نكتب عليهن جامد. با أخوك محب درس الرياضيات، ماهر في علم الحاسوب، حسن التدبير، معطاء، بذال المال. هذه مهمة هذه الفقرة. يعطيك هيجي يعني مو إلا هي هاي الفقرة، مثلا يعطيك فد عبارة يقول لك: استخرج المشتقات. احنا المشتقات نعرفها شنية؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة مبالغة، صفة مشبهة، اسم التفضيل، واسم بعد شنو اسم التفضيل واسم الآلة واسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وصيغة مبالغة. هذين يشبيهن، خلينا نشوف أخوك. هذا طبعا ما حالتها. هسه ناخذ محب، هذا اسم الفاعل، هذا محب اسم فاعل، شلون عرفته؟ لأن ضم أوله وكسر ما قبل الآخر. اسم الفاعل إذا كان ثلاثي على وزن فاعل، مثل درس، دارس، فهم، فاهم، هذا إذا كان ثلاثي. إذا كان غير ثلاثي اسم الفاعل، هاي نحكي نبدل ميم مضارعه وكسر ما قبل الآخر. زين، هذا محب، هذا اسم فاعل على يا وزن، نبدل ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر. ليش؟ لأنه فعل غير ثلاثي. درس، هذا شنو؟ فعل، هذه صفة مشبهة. ماهر، مهرة، اسم فاعل. حسن، صفة مشبهة. معطاء، صيغة مبالغة على وزن مفعال. بذال، صيغة مبالغة. فيجيك هيك عبارة وانتي تنطين أنواع المشتقات، لازم انت المشتقات حافظتها. شوفوا، اسم الفاعل على وزن فاعل إذا كان ثلاثي، وإذا كان غير ثلاثي نبدل ميم مضارعه وكسر ما قبل الآخر، هذا اسم الفاعل. اسم المفعول على وزن مفعول إذا كان ثلاثي، وإذا كان غير ثلاثي يعني رباعي وخماسي وسداسي نبدل ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر. اسم الفاعل كسر ما قبل الآخر، والاسم المفعول فتح ما قبل الآخر. عندنا الصفة المشبهة هم أكو أوزان، وصيغة المبالغة أوزان. وهنا عندنا ماكو اسم التفضيل، ما جاي اسم التفضيل على وزن أفعل، يعني مثل أحدب هيجي، بس هنا ماكو. واسم الآلة عندي مشتق وجامد. زين، استخرج هذه، هذين حليتهم، هاي ثاني حالتين، هاي محب اسم الفاعل، باعوا ماهر اسم فاعل، وحسن صفة مشبهة، ومعطاء صيغة مبالغة أعطى، وبذال صيغة مبالغة بذل. هاي يريد الفعل مالتها، يعني الرجعة الأصلة. مثل عندي محب اسم الفاعل، قلنا الفعل مالتها أحب، أحبة. ماهر اسم فاعل، مهرة، ثلاثي. حسن صفة مشبهة على وزن فعل، حسن. معطاء صيغة مبالغة أعطى. لازم ترجعونه. شوفوا انتم من تريدون هذا، يعني تشوفون الفعل توزنونه، ترجعونه اول مره لاصله، تشوفونه ثلاثي غير ثلاثي. شوف معطاء صيغه مبالغه اعطى على وزن مفعال، بذال صيغه مبالغه بذل. زين، يقول لك واعرب ما تحته خط. انا خليت خط تحت درسه والتدبير. درسه هنا من تشوفون فتحه شو تقولون؟ مفعول به لاسم الفاعل، وانا اسم الفاعل محب،
مفعول به لاسم الفاعل منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. التدبير شبي مضاف إليه، لأن مجرور مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. أنا بفهمتي؟ عافية. هسه هذا حلينا، نجي على اليمن. باي هاي شي جي. اذكر وزن من الصفة المشبهة. هنا عندنا أوزان، يعني صفة مشبهة ويريد الأوزان مالتها. أنا لازم حافظة الأوزان مال الصفة المشبهة. غضبان على يا وزن فعلان، أهيف أفعل، عفية، نزق فعل، وردة. زين نجي هنا، هذا وزارة ومهم جدا، بعدين تفهموها. يقول له لو قلنا محمد حسن وجهه، محمد حسن وجها، محمد حسن الوجه، هذن ثلاثتين شي يريد؟ يريد اعرب، يريد نعرب هذا الصيغه، نعرب هذا عندي صفه مشبهه، لان الصفه المشبهه مهمه وجبت لكم تقريبا 4 تمارين عليها. يقول لك اعرب الصفه المشبهه، معمول الصفه المشبهه. شوف هسه اذا جاني سؤال يقول لي هاي محمد حسن وجهه، استخرجي لي صفه مشبهه. ما استخرجي لي صفه مشبهه حسن، عافيه، يلا احكي. زين هذا على يا وزن فعل. زين اريد المعمول مالته دائما ورا اسم الفاعل، ورا اسم المفعول، ورا الصفه المشبهه، ورا صيغه المبالغه. راسا يجي المعمول مالته، ها رأسا يجي المعمول مالته. أريد أعرب وجهه، إذا إجا ضمة أقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. باعي إذا إجا كسرة، يعني قصدي فتحة، أقول تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة. إذا إجا كسرة أقول مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. يوم هذا كلش مهم. هذا عندي صفة مشبهة، المعمول مالته ورا الصفة المشبهة، هذني كلهن الصفة المشبهة. لما نستخرج هذني الصفة المشبهة، المعمول مالته ورا الصفة المشبهة. إذا مضموم فاعل مرفوع عربة، إذا فتحة تمييز منصوب، هاي حفظيهن حفظ ذني. وإذا مكسور هذا مضاف إليه مجرور بالكسرة. سؤال، شوفوا هاي قلت لكم الصفة المشبهة جبت لكم هواية. ميز الصفة المشبهة من اسم الفاعل، يعني يا هي الصفة المشبهة ويا هي اسم الفاعل. هذا دواء شاف، هذا شاف اسم فاعل على وزن فاعل لأنه ثلاثي. زين أنت ذكي الفؤاد متوقد الذهن قوي الحجة. ذكي مو صفة مشبهة، عفية، وقوي صفة مشبهة. زين يا الله، أعطي مصادر الأفعال التالية ثم زنها. قهقهة المصدر مالته قهقهة، نفس الشيء. وإذا ماكو تاء أخليلها تاء. فعلل الوزن مالته. ارتحل المصدر مالته ارتحال، الوزن مالته افتعال. شوف الوزن مالته على ضوء الكلمة. وسوس هاي تجي هاي، لو وسوسة لو وسواس، وفعلل أو فعلال. السؤال الأخ يقول هات اسم الفاعل من الأفعال التالية. تعطيك أسماء يعني أفعال أنت تسويها اسم فاعل. اسم فاعل إحنا قلنا إذا كان ثلاثي على يا وزن، عفية، وإذا كان غير ثلاثي نبدأ الميم المضارعه، ميم المضارع إيه أحكي وكسر ما قبل الآخر. عندي هذا سمع، هذا فعل ثلاثي لو غير ثلاثي؟ سمع ثلاثي، عفية. شو سوي ليها على وزن فاعل؟ سامع، ساس، سائس. زين أخلف هذا ثلاثي لو غير ثلاثي؟ مها حلو، نبدل ميم المضارعة وكسر ما قبل الآخر، زل صير مخلف، زلزلة حلو، مزلزل. هاي ما خليت الكسرة. زين الجنود حارسون أسوار الوطن، استخرج اسم الفاعل واذكر فعله الذي اشتق منه، واعرب اسم الفاعل وبين سبب أعمال اسم الفاعل واعرب معموله. هاي كوشي وكلاشي جايبين. شوفي هسه هذا الجنود حارسون، ما عليكم بالواو والنون، هو اصله حارس على وزن فاعل. هاي الواو والنون هيجي اضافات. زين وين استخرجي لاسم الفاعل؟ يلا حارس، حارسون هي حارس قولي.
زين على يا وزن فاعل عفية. الفعل مالته شنو؟ حرسه ثلاثي، مو قلت لكم ثلاثي حرسه. زين سبب عمله لانه نكره خبر، يعني وقع خبر. ليش؟ لان الجنود مبتدا، شلون اعرفه خبر؟ الجنود مبتدا وحارسون خبر. المعمول مالته احنا ايش قلنا؟ قلنا اي شيء معمول من المشتقات نجي ورا ورا الكلمه يا هو المعمول مالته. يلا اي احكي. اسوار عافيه، هذه اسوار. احنا ايش بيك؟ احنا مو قلنا هاي حارسون اسم فاعل او اسم مفعول او يعني هاي المشتقات راسا ورا المشتقات يصير ايش يسموها معموله. اعرابه قلت لكم اذا فتحه شعربه، اذا فتحه مفعول به منصوب لاسم الفاعل بالفتحه. يلا سفتمت يلا ورداتي. زين اعطي وزن كل فعل من الافعال التاليه ثم بين ابوابها. هاي مال الابواب لازم انا احفظ الابواب، ست ابواب: فتح ضم كسر فتح فتحتان وبعد وضم ضم وما اعرفه نسيته. هسه جلس ايش يصير؟ يجلس هذا فتح ضم الباب الاول، ترك يترك، هاي عندي ال لا جلس يجلس هنا جلس جلس مو جلس جلس هنا ضم ضم الباب الخامس، وترك يترك الباب الاول مال فتح ضم. انا يعني كاتبه فعل فعل يفعل، انا كاتبه ضم فتحه لا ضم، هي يعني الماضي الفعل الماضي مضموم والفعل المضارع مضموم، يصير ضم ضمتان. فالباب الخامس ضمتان. زين الكلمات الآتية هذا كلش مهم، ميزان الصرفي: سر سارة على وزن فعل. زين الوزن ما تفل، شلون أعرفه؟ شلون هساني جاني ميزان صرفي شلون يعني وزنه؟ أرجع الكلمة لأصلها عيني. سر أصلها شنية؟ سارة. زين هاي فعلة يا هاي المحذوف، محذوف الألف صارت فل. شوف هسه هاي المحذوف الالف يعني العين المحذوفه صارت فل. ها زين ارمي افعي افعي الوزن مالتها شوف فعل فعل. هاي طبعا الزياده مال انا خليتها يعني للفعل لان عندي ارمي، هاي زياده مالي شغله، هي الاصل مالتها فعله اصلها رمى رمى. زين الألف المحذوفة هذه، الحرف المحذوف هذا الألف صارت رم، هيك عود رم على وزن فع، وأنا عندي ألف صارت أفع. زين سم أصلها سما. زين السما يا هي آخر شيء محذوف الألف صارت فع، باعوا هي الفعل باعوا اللام المحذوفة. استولي أصلها ولي ولي. يا هو الياء المحذوفة الوزن يعني صارت فع فع يعني اللام انحذفت، لكن الالف هذا الحروف الزياده الالف والسين والتاء شوفوا است صارت صارت استفع، هي هي الوزن مالتها فع لكن الزياده اخلي لها استفع. انتعش افتعل اصلها نعشه افتعل، الحروف الزياده الالف وال التاء والنون انتعش، لا الالف والتاء صحيح النون موجوده نعش. زين فهمتوا هاي؟ سؤال الاخ: اشتق اسم المفعول من كل فعل بعد بنائه. شوفوا اسم المفعول لازم ينبني بالمجهول، بس اسم المفعول على يا وزن اسم المفعول مها مفعول عافيه. زين اذا كان ثلاثي، واذا كان غير ثلاثي نبدا ميم المضارعه لا كسر شنو كسر كسر اسم الفاعل هذا اسم اي عفيه اسم المفعول فتح ما قبل الاخر. زين وجد عندي وجد وبعثر واخرج باي وجد شو يصير؟ وجد وجد شلون اعرفه مبني للمجهول؟ نضم اوله بس اي عافيه. شوفوا اي اول واحد بس تشوفون الفعل الحرف الاول مضمون قول هذا مبني للمجهول، سوي لي اسم مفعول وجد شو يصير؟ موجود عفية على يا وزن مفعول احكي. بعثرة بعثرة مبعثر
زين اوقفي زين هسه تقول ليش ما سويتي يعني مبعول شو اسمه هذا على وزن مفعول ليش ما سويته يلا يلا شاطره قولي لي هذا قلت انا اذا كان ثلاثي على وزن مفعول اي عفيه يقولي قولي لي انه غير ثلاثي وخليت مضموم الاول وفتح ما قبل الاخر واخرج مخرج مضموم الاول وفتح ما قبل الاخر زين استخرج اسم التفضيل انا احفظ انا اعرف قبل لا اجي افهم بس اشوف اسم التفضيل اقول على وزن افعل افعل بها الف زين الوجبات السريعه اضر بصحه الانسان من غيره وين اسم التفضيل اضر على يا وزن افعل اعربي لي خبر مرفوع لان يعني عندنا هنا مبتدا شوفوا هذا الاخ هذا صيغه مبالغه من الافعال عندي أفعال يريد يسويها صيغة مبالغة صيغة المبالغة فعول وفعيل أكو هواية يعني فعال زين غضب شو يصير غضوب على يا وزن أنا ما رايد الوزن بس أنطيني إياها مها على يا وزن غضوب حلو تابه تواب على يا وزن يلا صيغة صغريها فعال تواب فعال شبيكن كرار على وزن فعال كتمة كتوم على وزن فعول يلا تدرون ليش ما تعرفون شنو الأوزان ما تعرفون شنو لأن ما حافظين الأوزان لو حافظات الأوزان هسا خلصنا القواعد نجي على الإملاء الإملاء عرف علامات الترقيم ومواضيعها موجودة صفحة 143 اعطيني كتاب القواعد طلعي لي صفحة 43 حلو هذا شنو يجي صيغة السؤال يقول لك عرف علامات الترقيم وشنو انواعها ولازم كل وحده وين توضع شوف النبأ مثلا يقول له الفاصله رسميها وين توضع تقول بين الجمله الطويله المعطوف بعضها على بعض بين الجمله القصيره وبعد المنادى وبين جملتين الشرط وجوابه وبين انواع الشيء واقسامه تجين على الفاصله المنقوطه تكتبيها هذا رمزها تقول بين جملتين احدهما سبب الاخر ونتيجه النقطه توضع بنهايه كل جمله القوسان هذه بين دعاء والايه القرانيه التنصيص هذه توضع بين الكلام المنقول الشرطتان هذه توضع بين الجمل المحترضه هذه علامات الترقيم زين هسه شنو وين وصلنا علامات الترقيم همزه القطع واين تكتب همزه الوصل وما هي مواضيعها يعني تكتب هذا بالحروف وبالاسماء تعاريف كلهن الانشاء جبت لكم التسامح والوطن والاخلاق والعمل شوفوا انتم كتبوا ضيفوا ياها اراده ما اعرف شنو الادب شويه جبت لان انا جايبه شو اسمه كاتبه يعني هاي مرشحات الادب ما هي عوامل النهضه الادبيه هاي عوامل النهضه ما جابوها احتمال يجيبوها هسه عوامل النهضه وشرحين واحده من عندها مال البعثات العلميه والمدارس والصحافه هاي صفحه 21 ما هي اصل كلمه الادب ويقسم الى قسمين اصل كلمه الادب من المأدبه فقد كان العرب في عصور ما قبل الاسلام يطلقون على الطعام الذي يدعون الناس اليه مأدبه والادب هو الداعي الى الطعام ويقسم الى الشعر والنثر وكل واحد وتعريفه الادب يعني مو بس ذن تقرون الادب لان هوايه وما جبت ومنزلاني زين انسب اربعه من المؤلفات الى اصحابها الامواج احمد الصافي النجفي تذكار الماضي ايليا الماضي اغاني الحياه ابو القاسم الشابي المعبد الغريق بدر شاكر السياب هنا عندنا لمن قصيده دجله الخير وعما يعبر ما فيها وكتب ثلاث ابيات منها دجله الخير يا قصيده يا شاعر محمد اي عافيه يعتبر عن شوق الجواهر لوطنه ما هي تكتبون طبعا ثلاث ابيات هنا تكتبون ما هي اقسام النثر الابداعي والوصفي وقلت لكم بس لان والله خلينا نشوف هاي خلصا الادب ترى مو هذا مو بس لان تقروهين هاي خلص هسه ركزوا على ذني الفيديو مهم جدا هاي القواعد والاملاء والادب قلت لكم مو بس هذا الادب وان شاء الله التوفيق